تواصلت بمطار محمد الخامس الدولي عملية وصول مغاربة العالم على متن رحلات دولية، وذلك لليوم الثاني على التوالي بعد إعادة الافتتاح الرسمي للمجال الجوي المغربي. تم تعزيز جميع الموارد البشرية، والمطار توصل بواحد الدعم بشري باش يكتف من هاد الموارد البشرية، بحيث توفر واحد السلاسة فيما يخص هاد الإجراءات باش يمكن للمسافرين يقضيوا أقل وقت في المطار استلام الأمتعة ديالهم ويغادروا المطار في ظروف حسنة وفي ظروف مشرفة. بالنسبة للإجراءات وداكشي كلشي داز مزيان، والتعليمات وكلشي داز داكشي مزيان. بالنسبة للقرار ديال سيدنا الله يخليه لينا الله يحفظه لينا، راه كان في المستوى. عندي العائلة في أمريكا، عندي عائلة بارتو، ما كانوش غايجيو. رحنا فرحانين، وصلنا بخير اليوم الحمد لله، وشكرا على المالك حقاش دار الحوايج زوينين. وتمت بمطار محمد الخامس برمجة مئات الرحلات الدولية ذهابا وإيابا، إذانا باستئناف الرحلات الجوية الدولية بناء على المؤشرات الإيجابية للوضعية الوبائية بالمملكة بعد تراجع عدد حالات الإصابة وتوسيع الحملة الوطنية للتلقيح.